مشاهدينا ومشاهدي معايا اللايف شبكة انت ان، صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد. النهاردة الحد 5/2/2017 ويا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. هنكون معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة، ويا رب النهاردة فقراتنا تنال اعجابكم. بنبدأ زي كل يوم فقرة الصحافة. شرفنا النهاردة في الاستوديو الكاتب الصحفي استاذ ايهاب الحضري، وهيكون كمان معنا فقرة عن حملة معلومة تساوي حياة، هيكون مشرفنا فيها في الاستوديو دكتور محمود سامي مؤسس حملة معلومة تساوي حياة. وكمان هيكون عندنا فقرة مهمة جدا عن آليات وكيفية تطوير التعليم الجامعي، شرفنا فيها دكتور حسين دوري أباظة عميد كلية التربية جامعة بنها. كمان هيكون معانا فقرة عن افتتاح متحف الآثار الإسلامية بعد طبعا لما بعد تدميره أثر القنبلة اللي فجرت مديرية الأمن القاهرة، وطبعا أصابت المتحف بالتلف. هيكون معانا مشرفنا في الاستوديو الدكتور مختار الكسباني عالم الآثار الإسلامية. وهيشرفنا النهارده في الفقره الاقتصاديه دكتور يمنى حمائي استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس، وهنتكلم عن الوضع الاقتصادي الراهن. وطبعا مش عايزين كلنا ننسى النهارده ماتش مصر والكاميرون، وندعي كلنا لمصر وان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا المصري، وان شاء الله يعني بكره ان شاء الله نهني المنتخب بالفوز. ودلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونبدا معاكم اولى فقرات الفقره الصحفيه، فاستنونا بعد الفاصل.